السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شرح افكت الألوان بطريقة احترافية زي اليوتيوبر. طيب يا شباب، بس الأول هنحتاج نثبت الإفكت ده. سيب لكم رابط التحميل تحت الفيديو. والإفكت اسمه ماجيك بوليت لوكس. تمام، نفك الضغط عنه. انتر انتر. ساعدوني. يس، تثبيت يعني. اجري، كونتينيو، انستول، هندوس اكتيفيت. نجي هنا نرجع سنة، هندوس على السريال، هنحدد هندوس كنترول سي، نطلع من هنا، نطلع. هندوس اسكيب، دونت يوز ايرت جين. هنيجي هنا عند التلات شروط دول، انتر سيريال نمبر. تمام، نبي هنا كنترول في سبميت بس. وبكده يكون السيريال اتفاعل معانا. تمام يا شباب، نطلع من البرنامج ده، نفتح الجو بريمير، كليك يمين هنا، نيو ايتم، ادجستمنت لير، اوكي، سحبها ونجيب هنا، نجيب اللوك هنا. دي فلاتر الشباب زي ما انتوا عايزين. تمام، استنى القائمة اللي بختار منها، يعني اللي هي بتكون أحسن قائمة هنا. دي فلترز بتكون حلوة كده شوية يعني. بحب أختار الفلتر ده دايما، والفلتر ده يعني أنا مثلا هختار عادي، هختار ده. تمام، هنا تقدر تعدل في السطور الكلام ده. تمام، تشوف الفيديو، تشوف الفيديو بعد التعديل، بعد إضافة الفلاتر ليه. بس كده الشباب، وهو قدامكم فلاتر كتير تقدر تختار اللي انت عايزينه. فلاتر احترافية بس. وبعد فترة هنلاقي لك ان شاء الله هنزل لكم 1500 فلتر تختاروا منهم اللي انتوا عايزينه. هيبقوا في الكاستوم هنا، هعلمكم ازاي تحطوا فلاتر في الكاستوم هنا. تمام، بس ودي نهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.